يعني لو مركزوش على ميل المستوى السادس ابتدائي في الفيديو ان شاء الله نشوفو تصحيح امتحان موحد الاقليمي خاص بمديرية القنيطرة ضد مادة الرياضيات. هذا الامتحان خاص بسنة 2022 دورة ديال يوليوز 2022. غادي نمرو مباشرة للعرض ديال هذا الامتحان ونمرو لعرض التصحيح. بالنسبة للتمرين الأول عندنا غنبداو بالعملية ديال الطرح ثم الجمع. عندنا 956.74 ناقص 682. أول خصنا نديرو الربع بشكل صحيح، الوحدة تحت الوحدات، من بعد 7 ناقص 0 7، 4 ناقص 0 4، 6 ناقص 2 4، 5 ناقص 8، يعني يمكنك ناخدو هنايا السالب، 15 ناقص 8 7، 9 ناقص 7 2. فالخارج ديال أولا النتيجة ديال الفرق فهي غنزيدوها على 41.03. خصنا ايضا نحرص على الوضع ديال العمليه بشكل صحيح. هنا غتكون النتيجه 7 زائد 3 10، صافي بواحد هنا 5، هنا 5، هنا 11، وهنا 3. اذا هي 315.50 هي نتيجه العمليه كامله، ناقص ثم الزائدين الطرح ثم الجمع. بالنسبه للضرب عندنا 56.78 ضرب 349 ضرب عدد عشري في العدد الصحيح. غنديرو 9 في 8 تعطينا 51102. غنديرو من بعد النقطة تحت 2 نديرو 4 في العدد كامل تعطينا 72712. من بعد نقطة أخرى 3 في نفس العدد، 8 في 7 في 6 في 5 هي 17034. من بعد كنديرو الجمع 2 2 6 11 8، هنا 9 وهنا 1. بعد عندنا رقمين منفصلة كنديرو رقمين بعد منفصلة. بالنسبة للعملية ديال القسمة، عندنا قسمة عدد عشري عدد صحيح 827.5 قسمة 25، كناخدو 82 كان فيها من 25 فيها 3، 3 في 25 هي 75، كنديرو ناقص بقا لنا 7، كنزيدو 7 كنلقاو 77 أيضا فيها 3 كتعطينا 75، كنديرو 77 ناقص 75 تعطينا الفرق هو 2، كنزلو 5 وكنديرو الفاصلة. 25 كان فيها 25 فيها 1، إذا 25 25 والباقي 0، والخارج هو 33.1. غنمرو للسؤال الثاني ديال الأحسب وأختزل للأعداد الستينية. غنبداو بعملية ديال الجمع. أولا 17 ساعة و32 دقيقة و24 ثانية، غنزيدو عليها 8 ديال الساعات و 25 دقيقة و50 ثانية. هنا 24 زائد 50 هي 74 ثانية، 32 زائد 25 هي 57 ثانية، 17 ساعة زائد 8 ساعات هي 25 ساعة. إذا النتيجة هنا كنلقاو بأن في الثواني في الستين يعني خصنا نقصو 60 نحولوها لدقائق. 77 ناقص 60 هي 14 ثانية، دقيقة غنزيدو على 57 هي 58 ثانية، وعندنا 25 ساعة. هاد 25 ساعة هي تجاوزنا فيها 24 ساعة، لأن اليوم هو 24 ساعة، فغادي نقصو هاديك 24 باش نديروها يوم، هي أن جو، وغتبقى لنا ساعة لأن عندنا 25. إذا النتيجة تكون هي الأخيرة، يوم وساعة و58 دقيقة و14 ثانية. بالنسبة للعملية ديال الناقص عندنا 12 ساعة و45 دقيقة ناقص 5 ساعات و53 دقيقة و14 ثانية. كنلقاو أن هنايا بغينا نوضعو العملية كنلقاو أن في الثواني عندنا صفر وهنا عندنا 14، يعني الفرق الناقص ما يكون غير ممكنة، فغادي نتسلفو يعني دقيقة اللي هي تولي عندنا 60 ثانية. هنايا غتبقى عندنا هنا 44 دقيقة، غنبغيو نديرو ناقص 53 ثانية، ميمكنش لأن 44 صغر من 53، غنتسلفو ساعة من هاد الساعات 12 ساعة تبقى 11 ساعة، ساعة هي 60 دقيقة، 60 غنزيدو 44 هي 104. دابا ممكن نديرو العملية، 60 ناقص 14 هي 46 ثانية، 104 ناقص 53 هي 51 دقيقة، 11 ساعة ناقص 5 ساعات هي 6 ديال الساعات. سؤال تالت طلبنا نحسبو هاد الضرب ديال الأعداد الكسرية ثم الجمع ثم الناقص. عندنا أولا ضرب 5 على 6 في 3 على 4، فهي 5 في 3 على 6 في 4، بين قوسين عندنا 7 على 12 ناقص 1 على 12، غنوحدو المقام، مقام ديالو 12، يعني نضربو 3 في 4 ونضرب 1 في 4، حنا درنا هنا الفوق. غنكملو 5 في 3 هي 15، 4 في 6 24، هنا وسط القوسين المقام واحد و 12، وعندنا 7 ناقص 4 هي غنحسبو هنا 3، وهنا 15 على 24. غنديرو الزائد المقام مازال غير موحد، غنوحدو غنضربو 24 12 في 2 24، اذا حتى 3 خصنا نضربو في 2 باش تكون يعني كنكون وحدنا البسط والمقام، ضربنا في نفس العدد هنا وحدنا المقام باش 24، وخصنا نضربو في نفس العدد اللي هو 2. اذا 15 زائد 6 كتساوي لينا 21 24. باش نختزلو، غنختزلو ب 3 هي 7،
هذا 8. سؤال رقم 4 مطلوبنا فيه ان نكتبوا هذا العدد او الضرب على شكل قوة الاثنين وثلاثة. 49 و 27. 49 هي 7 أس 2 و 27 3 أس 3. سؤال الخامس ديال الترتيب، عندنا 75.15، 25، 25 على 8 و 16، 5.75 بلس نرتبو تناقصين من الكبير للصغير. أكبر عدد هو 75 هو الأول، غتبعو 25، غتبقى لنا هنا 25 على 8 و 15، يعني 25 مقسومة على 8 فهي قريبة 3 فاصلة شي حاجة، يعني 15 كبر منها غنديرو 15، ثم آخر عدد هو 25 على 8. تمرين رقم 6 هي مسألة، وضع شخص مبلغ ماليا يعني رأس مال في مؤسسة بنكية بسعر 2.5%، بعد مضي سنة وثلاثة أشهر حصل على فائدة قدرها 986.25 درهم. إذا عندنا رأس مال اللي ما معروفش، عندنا سعر الفائدة وعندنا هنا الفائدة اللي خداها في سنة وثلاثة أشهر. مطلوبنا نحسب أولا الفائدة السنوية، لو الفائدة السنوية فهاد الفائدة هي ديال سنة وثلاثة أشهر، يعني غادي نقسموها على 15 شهر، لأن سنة وثلاثة هي 15 باش نلقاو شهر واحد، ومن بعد نضربو في 12 باش نلقاو ديال 12 شهر اللي هي سنة. إذا هاد العدد على 15 في 12 هو 786 هي الفائدة السنوية. مطلوبنا من بعد نحسبو الرأس مال اللي وضعو الشخص في البنك، فرأس مال كيساوي الفائدة في 100 على السعر. الفائدة السنوية 786 في 100 على السعر هو 2.5. إذا في المبلغ اللي وضعه الشخص 31560 درهم. نمشيو الآن المجال الرئيسي الثاني اللي هو الهندسة. مطلوب منا نشؤوا زاوية أ أو سي قياس ديال 120. أول حاجة غنرسمو قطعة بهذا الشكل، غنسميوها أو أ لأن أو هنايا هي الرأس ديال الزاوية. هنا ندير أنقل ندير السبحة بحال مكاينش مشكل. بعد ناخد منقالة غنحطها في هاد الجهة، يكون هنا الصفر ديال الوسط ديالها ويكون الصفر كاين هنايا، وغنقراو بهاد الشكل نوصل 120 وغنديرو السي هنا وغنجمعو النقط. من بعد باش نديرو المنصف ديال الزاوية اللي سميتو أو بي، غناخدو البركار الشوكة ديالو في أو ونديرو هنايا قوس صغير وهنا قوس صغير. من بعد نحولو الشوكة لهاد القوس لهاد النقطة ونديرو قوس آخر هنا ونفس الطريقة، وغنلقاو النقطة هنا بي وغنجمعوهم. أو هذا هو النصف المستقيم اللي تيكون محدود في أو وغير محدود في بي، وكنقسمو الزاوية إلى نصفين. سؤال 8، أ بي سي مثلث متساوي الساقين اللي هو اللي أمامنا هنا، بحيث قياس الزاوية أ هو 80 درجة. مطلوب منا نحسبو قياس الزاويتين سي و بي هو متساوي الساقين، يعني في أ يعني هاد الزاويتين غيكونو عندهم نفس القياس. إذا كنعرفو أن مجموع قياس الزاوية المثلث هو 180، ف 180 قسنا منها 80 هي 100، إذا هادو بجوج بقات فيهم 100 لأن هادي 80. 100 غنفرقو عليهم بجوج لأنهم كيتساوي، لأن مثلث متساوي الساقين إذا كتساوي لنا 50، إذا سي فيها 50 و بي حتى هي فيها 50 درجة. بالنسبة للتمرين التاسع، أنشئ شبه منحرف أ بي سي قائم الزاوية في أ و دي والزاوية بي قياسها 120. هنا عندنا شبه منحرف في ثلاثة زوايا، جوج زوايا قائمة وحدة فيها 120. غنبداو بالزاوية القائمة، غنرسم قطعة فيها أ بي. الطول هنا ما طلبناش الأطوال، غنديرو الطول اللي بغينا. غنرسم قطعة أ بي، غندير هنا التعامد، إذا ذات زاوية قائمة في أ، غندير بعد زاوية قائمة يعني بالمثلث ولا بالقوس في دي، جوج زوايا قائمة، وغندير خط هنا طويل. غنمشي هنا وغندير نقطة نسميها بي، وناخد منقالة ونرسم بحال هاد الزاوية فيها 120، والتقاطع مع هنا مع هاد الخط يعطينا النقطة سي، ونكونو كملنا الشكل. بالنسبة للتمرين رقم 10 فيه التماثل المحوري، فهاد الشكل يعني سهل. غناخدو هنا المربعات، عندنا مربعين مربعين، الطول هاد الضلع فيه 5، غنحسب 5 وندير نقطة، هنا كذلك 5 وندير نقطة، ونجمعو غنلقاو هاد التماثل بهاد الشكل. بالنسبة للتمرين 11 فيه طلبنا رسم تكبير لهاد الشكل أ بمقدار 3 مرات، يعني كل حرف يضاعف 3 مرات. هنا عندنا في قاعدة 2 يعني غنديرو 6، الارتفاع فيه 2 يعني غنديرو 6، ونرسمو المثلث اللي هو تكبير لشكل أ بمقدار 3 مرات. بالنسبة للتمرين رقم 12 في تحويل للوحدات المطلوبة، فهنا كنعتمدو على جدول التحويلات. في الأول ديال الأطوال كنوضعو كل وحدة 8.5 في الهكتومتر، 41 في الديكامتر، و 7.5 في الديسيمتر، بحيث أن 8 نحطوها في الهكتومتر، هنا 1 في الديكا و 7 هنا في الديسيمتر لأن هي الوحدات. ومن بعد كنجمعوهم وكنحولوهم كاملين للمتر، هنا غنلقاو 1260.75 متر. هنا عندنا الجدول ديال الكتل، غنلقاو نتيجة 35.225 قنطار. بالنسبة لنا الثالثة ديال الوحدات المساحة والوحدات الزراعية، غنلقاو نتيجة بالمتر المربع هي 73.605. وفي الأخير ديال الحجم،
هي 805.225 ديكا لتر ديالو الحجم والسعه. ثم رقم 13 مطلوب لنا حساب مساحه الجزء المخدش اللي هو اللي في هذه الجوانب ديال هذا المعين. كنعرفوا ان في الشكل عندنا اب فيها 12 متر وبي سي فيها 5 والوسط كاين عندنا واحد المعين. اذا اولا نحسب مساحه المستطيل ا بي سي دي كامل، هي الطرف العرض 12 في 5 هي 60 متر مربع، اذا هذه ديال المربع كامل. من بعد نحسبوا مساحه ديال المعين للداخل اي اف جي اش ولا اي اف جي اش. نعم المساحه ديال المعين هي قطر كبير في قطر الصغير على 2، يعني 12 في 5 على 2 هي 60 على 2 هي 30. اذا المساحه المعين هي 30. الى بغينا مساحه الجزء المخدش ناخذ المستطيل ونقسم من المعين، هي 60 ناقص 30 كتساوي 30 متر مربع. وصلنا المسألة رقم 14. عندنا مسبح على شكل متوازي مستطيلات طوله 12 متر وعرضه يساوي 1/3، طوله وارتفاعه يساوي يعني 1/3 من طوله، يعني ثلث طوله، وارتفاعه يساوي النصف يعني 1/2 نصف عرضه. اذا في هذا المتوازي المستطيلات الطول ديالو 12، العرض ديالو هو الثلث ديال الطول، والارتفاع هو النصف ديال الطول. اذا هنا باش نحسبوا العرض في الثلث ديال 12 هو 4، والارتفاع بالنسبه للارتفاع فهو كيساوي النصف ديال العرض. اذا نحسب العرض هو 4، النص ديالو هو الارتفاع، اذا هو اذا في الارتفاع هو 2 متر. اذا الطول 12، العرض 4، والارتفاع 2. طول نحسبوا باللتر كميه الماء اللازمه لملء ثلثي المسبح، بغينا نملء الثلثين. اولا الحجم في كيساوي هنا خصنا نديرو 2/3، لان الطول في العرض والارتفاع هو حجم المسبح كامل. الثلثين هي 2/3، 2/3 في 12 في 4 في 2 تعطينا 64 متر مكعب. طلبوا منا هما السعه او كميه الماء باللتر، غنضربوها في 1000 هي 64000 لتر، هي الكمية اللازمة لملء ثلثي المسبح. وصلنا لآخر تمرين ديال المجال الرابع ديال تنظيم ومعالجة البيانات، هو عبارة عن مسألة. في مثل المخطط أسفله نوع الرياضة المفضلة لدى عينة مكونة من 20 تلميذة وتلميذ بالقسم السادس. هنا عدد التلاميذ هنايا الرياضات، هنا الجري، السباحة، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، هنا الرياضات المفضلة. هنا قولنا ما اسمو هذا المخطط، هذا مخطط بالأعمدة. طولنا من الأول جدول، هنا الجري عندنا 5، في السباحة عندنا 3 تلاميذ، كرة القدم عندنا 9، كرة اليد 1، وكرة السلة 2. فهنا فقط نملؤهم من طناقا من المبيان أو المخطط. أخ سؤال، ما هي الرياضة المفضلة لدى أغلبية من التلاميذ؟ إذا الرياضة المفضلة لدى أغلبية التلاميذ هي كرة القدم. تقريبا في المبيان أن هي اللي فيها العدد الأكبر في هاد 20 تلميذ، كاين فيها 9 ديال التلاميذ. ونكونو أنهينا التصحيح. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل او في نماذج اخرى ان شاء الله.